السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وزيرة التربية عن المدرسة الحكومية الإلكترونية تنهي ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم. أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بأن المدرسة الحكومية الإلكترونية ستنهي ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم، وقال في كلمة لألحف الإطلاق المدرسة وحضرتها عدة وكالات أن هذه المدرسة تعد من أهم مشروع تربوي تسعى فيه لتحقيق أهداف الوزارة المستدامة، كونه مشروع واعد يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج، وأضاف كما ستساعد الفئات الأخرى التي لم تحالفها ظروف الحياة لإكمال دراستهم وتزويدهم بمهارات المجتمع العلمي والمعرفي، أضاف إلى القضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم، وتابع أن خطواتنا أصبحت واضحة المعالم لترصين التعليم، ساعدت من لم يحالفهم الحظ بالدراسة. وزير التربية يعلن إطلاق المدرسة الحكومية الإلكترونية. أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عن إطلاق المدرسة الحكومية الإلكترونية، وقال في كلمة إننا نحتفل اليوم بأولى استراتيجيات وزارة التربية رامية إلى تطبيق البنى التحتية التكنولوجية لتعليم وتعزيز المهارات وتمكين التعليم عن بعد من خلال فتح المدرسة الإلكترونية، مبينا أن هذه المدرسة تعد أحد الوسائل لتحقيق تكافؤ الفرص الدراسية وتوفير التعليم الجيد تحت إشراف متابعة وزارية مكثفة من قبل مديرية التلفزيون التربوي، وأضاف أن هذه المدرسة تعد أهم مشروع تربوي تسعى فيه لتحقيق أهداف الوزارة المستدامة، كونه مشروع واعد يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج فئات الأخرى التي لم تحالفها ظروف الحياة لإكمال دراستهم وتزويدهم بمهارات المجتمع العلمي والمعرفي، أضاف إلى القضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم، لافتا إلى أن خطواتنا أصبحت واضحة المعالم لترصين التعليم. تربية الأسئلة الامتحانية للمراحل المنتهية ستكون موضوعية ومن المنهاج. أكدت وزارة التربية أن الأسئلة الامتحانية للمراحل الثلاث المنتهية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ستكون موضوعية ومن المنهاج المقرر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح أن الوزارة استعدت مبكرا للامتحان الوزاري وأعدت الأسئلة الامتحانية الخاصة بالمراحل المنتهية السادس الابتدائي، الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة، لافتا إلى أن الأسئلة لن تخرج عن المنهاج المقرر، وأوضح أن أسئلة كل مادة أعدت من قبل أكفاء المختصين في الوزارة، بالإضافة إلى اتباع السرية التامة بتنظيمها لكونها تتعلق بمستقبل الطلبة والحفاظ على مجهودهم العلمي، مشيرا إلى تنسيق تم مع الجهات الأمنية لمتابعة الصفحات الوهمية التي تروج لأسئلة مزيفة وتسعى لتشتيت ذهن الطالب واستغلاله ماديا، داعيا الطلبة إلى عدم التصديق بها وعدم التعامل معها.